هيو إدواردز إعلامي بريطاني شهير جدا، من أبرز الوجوه الإعلامية في بي بي سي وأعلاها أجرا. إدواردز اللي عمره 61 سنة شارك في كثير من الأخبار والتغطيات الإعلامية خلال مسيرته، وكان آخرها إعلانه لخبر وفاة الملكة إليزابيث. ومن بعد ما كان هو بينقل الأخبار وبيتحدث عنها، هيو إدواردز من الأسبوع الماضي وهو الخبر، وخبر صراحة مسار بالمرة. فالموضوع عبارة عن فضيحة جنسية. اللي صار من البداية أنه من أسبوع نشرت صحيفة The Sun تقرير قالت فيه أنه واحد من كبار مذيعي بي بي سي توقف عن العمل بسبب اتهامات جنسية متعلقة بمراهق. وقالت أنه أهل الشاب اللي عمره 20 سنة اتهموا مذيع كبير أنه أعطى ابنهم مبلغ 35,000 جنيه استرليني مقابل صور جنسية. هذا الكلام من 3 سنوات، وقت كان ابنهم يعني عمره 17 سنة، يعني مراهق، والصحيفة ما سمت مين المذيع. بي بي سي أكدت الموضوع لكن رفضت الإفصاح عن اسم المذيع، لكن الناس لاحظت أن هيو إدواردز مختفي عن الشاشة، ووسائل الإعلام بدأت تأكد أنه هو المعني بالفضيحة، رغم أنه بي بي سي تمسكت بعدم نشر اسمه. اليوم تأكد الخبر والتكهنات طلعت صحيحة، هيو إدواردز هو اللي متورط في الفضيحة هذه. واللي صادم أنه اللي أكدت المعلومات هي زوجته، اللي طلعت ببيان قالت أنها بتقدم نيابة عن زوجها من بعد أيام صعبة جدا مرت عليهم هي وزوجها وأسرتها. قالت أنه هي قررت تعلن من قلقها على زوجها وحماية لأولادهم 5. وقالت كمان أنها بتأكد أنه زوجها هو المتهم، علشان كمان توقف التكهنات وأصابع الاتهام اللي جالسة بتتوجه لمذيعين ثانيين. وقالت زوجة المذيع الشهير أنه زوجها حاليا في المستشفى بسبب مشاكل خطيرة في الصحة العقلية، وقالت أنه من سنوات طويلة وهو بيعاني من الاكتئاب، وهذا شيء موثق. والآن مع الأخبار الأخيرة حالته ساءت جدا وهو الآن في المستشفى، وقالت أنه كان أصلا بحض الرد يطلع يقوله للناس، ولما يتحسن أكيد رح يطلع. كثار حيوا الزوجة على الخطوة الشجاعة هذه والبيان الجريء، لكن القصة فضلت تزداد سوء. ففجأة طلع مراهق ثاني وقال أنه في كلام ورسائل جنسية بينه وبين إدواردز على عدة منصات أونلاين، وطلع واحد ثالث كمان قال أنه التقى فيه خلال فترة الإغلاق في وقت كورونا، في الوقت اللي كانت بي بي سي بتنشر قواعد التباعد بخصوص كوفيد. طيب، وزادت الاتهامات أكثر ووصلت لداخل البي بي سي نفسها. فعاملين في المحطة قالوا أنه كان بيبعث لهم رسائل فيها إيحاءات جنسية وتلميحات، وكانت مو مريحة أبدا، لكنهم ما اشتكوا خوفا من منصبه ومكانته في القناة. بي بي سي كانت وقفت تحقيقها في مرحلة لما الشرطة تدخلت وفتحت تحقيقها هي، لكن الشرطة أمس أعلنت أنها وقفت تحقيقها لأنه ما لقيت دليل على ارتكاب جريمة أو جناية. هنا بي بي سي أعلنت أنها رجعت استأنفت تحقيقها هي، خاصة الآن مع الأصوات اللي طلعت من داخل المحطة. يعني حقيقة أو فعليا أنه الشرطة قالت أنه ما في أدلة لقيتها تثبت الإدعاءات ضد هيو إدواردز، هذا خلى ناس كثير تشكك هل الموضوع افتراء وتبلي. وفي محامين مختصين قالوا أنه لو ثبت أنه The Sun نشرت من غير أي دليل فرح تكون في مأزق كبير لو ثبت عدم صحة كلامها هذا، غير أنه طبعا إدواردز ممكن يقاضيها كمان. على العموم القضية كل ما لا بتكبر زي ما شايفين يعني.